ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام عليك يا بطلي، يا سلام عليك يا Q8RV، ومع كارير احنا اثنين نجاح بإذن الله. هذا تكييف كاسيت، تكييف يركب سقف الكرفان، توسعة ما توسعة، كبت ما في شيء يأثر عليها، أهم شيء يكون كرفان أمريكي سقفه حلو قوي. وشنو صار هني وشنو كان صاير، شنو كان صاير هني، شنو فيه اللي كان موجود هني؟ كان موجود المنور، شلنا المنور وحطيناه مكان المكيف الأساسي. هني كان المكيف الأساسي، كان صاير بالربع الأمامي من الكرفان، فالمكيف خربان، وحتى لو كان موجود ما كان راح يكفي هالصالة هذه الكبيرة. طبعا هني هذه شركة التنظيف قاعد تنظف الكرفان، احنا تونا خاصين فقاعد ننظف الكرفان من الداخل ومن الخارج قبل ما صاحب الكرفان يستلمه وعليه بالعافية. طبعا التكييف الحين الأساسي، فتحنا الفتحة الكبيرة، حطينا التكييف الأساسي، جميع القواعد اللي مستخدمة ما تصدي 20 سنة قدام ما تصدي، جافنايزد وصبغ حراري، شيء ياخذ تكلفة أكثر علي وياخذ وقت أكثر وشغل أكثر. التكييف الإضافي هذا الكارير 2 طن، تسحب 3200 BTU، تنفخ بعد بالدكات نفسهم، ولكن نفخ خفيف مو حيل قوي. إذا تبيه حيل قوي أو إذا تبيه شوية يزيد لازم تسكر الفتحات هذه. بعد ما تسكر الفتحات هذه راح يزيد هني الهواء، ولكن هم مو حيل قوي. إذا تبي قوي لازم هذه الفتحات كلها تسكر مرة واحدة، بس ما أنصح لأنه ما راح يكون في تبريدة كافية حق الكرفان. من يركب هذه؟ هذه واحد يهتم بكرفانه، واحد تعبان على كرفانه، ليش يركبها؟ شوف الصالة تبارك الرحمن، شوف الصالة تقدر تشوفها ما شاء الله، توسعتين يمين ويسار، جورج تاون عسى الله يبارك. فشوف الصالة ما شاء الله وين يحط المكيف، نحطها هناك خرب الكبت، يمين ويسار التوسعة، نحطها هني في لها مشاكل وعفيسة ما تتصورها، والمنظر يروح، وبعدين التبريد ما راح يصير إلا بالأمام هني، اللي هني ما يحوشهم هوا. بس بوضع مكيف مثل هذه 2 طن 3200 واط تسحب، صايرة بالنص تنفخ بأربع جهات، شيء حلو ولا مو حلو؟ الصوت جميلة جدا، ما لها صوت، ما لها صوت. الكمبرسر شقال هني فوق بسقف ما لها صوت، ممكن تسمع صوت الطن ولكن الاثنين طن ما تسمع صوتها. وهم من الشغل هني ركبنا الكارير طن انفرتر بغرفة النوم، هذا هم شيء حلو هني. خلنا نشوف شنو صار فوق. هذا اللي صاير هني، هني كان المكيف الأساسي مال الكرفان، شوف خربان وينزل دهن، للحين ما انغسل، حطينا المنور اللي شلناه المكان المكيف هذيك للحين ما انغسل، إن شاء الله بعد شوي قاعد ينغسل بس ينظفون داخل. هني شنو صاير؟ عندنا هني غطى التكييف الداخلي، اليونت الداخلي، هذا غطى التكييف الداخلي. هذا الكارير ما شاء الله شوف ايش كبرها، 2 طن ما شاء الله مو هينه. فلما تشوف هذا المكيف وتشوف علامه الجوده Q8RV تعرف ان هذا المكيف راكب عندي. وهني شو تشوف؟ هني تشوف الطن الانفرتر الكارير اللي ركبت بغرفه النوم، ووراها المكيف الاساسي، المكيف الاساسي بغرفه النوم. فما شاء الله تبارك الرحمن هالكرفان الحين فيه 3 مكيفات، شقال اونن، وهذا هم شقال على الاونن عن طريق المحول، مكيف الاثنين طن هم شقال، كل البراغي ستانلس ستيل اللي حطيناهم، كل السيليكون سيليكون امريكي ما في خرير، كل الحديد اللي استخدمته حديد جافنايز ومصبوغ حراري. فما اقول الا عسى الله يبارك لصاحب الكرفان ان شاء الله، والله يعيننا على هالشغل.